ايه ده؟ ده في بار هنا، ده احنا هنعيش. نعم. لا انا قصدي يعني بقول ايه اللي يجيب بار في اوتيل غريبه. الله، ده في ديسكو كمان. ديسكو؟ لا انا قصدي يعني ايه اللي يجيب ديسكو في اوتيل غريب قوي الاوتيل ده. يا نيك اهلا وسهلا، يا مرحبا، يا اهلين استاذ ناجي، يا مرحبا، اهلا وسهلا يا شباب. محسوبك ريمون مدير الاوتيل. اهلا وسهلا. وين الميل كاب درينك؟ وين؟ تفضل لعندي على المكتب، تفضلوا، اهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. ايه رايحين فين؟ خليكم جنب الشنط. يا اهلين استاذ ناجي، يا مرحبا، نورت الشام، يا ارض حرصي ما عليكي، تفضل تفضل. يا اهلين وسهلين. يا اهلا وسهلا بالاستاذ ناجي. ابو القاسم موصيني عليكم كثير وقال لي انكم جايين امبارح، ليش تاخرتوا؟ الظروف بقى ريمون، على مون كل تاخيره وفي اخيره. يا مرحبا باهل مصر وناسها الطيبين الحلوين، بلدكم الثاني هون. هي مصر وسوريا ايه؟ ما هو واحد. اي والله واحد. عمار يا مصر، بلد الفن والجمال والناس الحلوه. بتعرف استاذ؟ انا ما فيني نام كل ليله الا اذا بشوف فيلم لاسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين ده فنان كبير، كل الناس بتحبه. بعشقه، بعبده، خصة هيك وقت ينزل لي شفايفه بيعمل بيعمل ازاي؟ يا سيدي ما بعرف، انا ما بعرف، بفرض من الضحك. على العموم استاذ نازلين لي لوحدي عندنا بس؟ ان شاء الله، بس بيني وبينك احنا تعبانين ما نمناش، احنا بقالنا مدة ما نمناش. استاذ السويت جاهز وغرف الشباب جاهزة. طب مش هتشوفوا الباسبورتات نملة ابلكيشن؟ عيب استاذ، نحن نشوف هويات اخواتنا؟ انتوا جايين من طرف ابو القاسم، يعني هذا الاوتيل اوتيلكم ونحن عندكم ضيوف. ده ابو القاسم ده بان عليه لعبه جامده قوي. شو عم تقول استاذ؟ بقول يعني يشكر ابو القاسم. طيب ممكن ندفع ثمن الليله دي مقدم؟ عيب يا استاذ، شو عم تحكي؟ بس يعني ما صحش كده ريمون. مصاري؟ انت جاي تحكي معي بالمصاري؟ انت لسه ما بتعرفني منيح ولا بتعرف نظام الاوتيل. ياما اجى لعنا مليارديريه وما نزلناهم بالاوتيل، نحن مننزل الناس الطيبين اللي يقعدوا عنا مثلكم. في عندكم مثل بمصر بيقول نحن بنشتري راجل. والله يعني الحياه نظام حلو قوي. استاذ ما عم تقولي قاعدين ليله وحده؟ ايوه. انا برهنك على اللي بدك اياه، اذا بكره الصبح ما راح تيجي وتقول لي ريمون مدد الاقامه يا ريمون. لا معلش، اصل احنا عندنا شغل كثير في مصر وان شاء الله حنيجي مره ثانيه. على العموم استاذ هلا بتطلع تريح شوي وراح ابعث لك الفطور اللي عندك على الغرفه. لا 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 لا، ما تبعتليش حد على الغرفه. انا احب اكل في مطعم. اوكي اللي بدك اياه استاذ. يا جورج طلعوا شنط الاستاذ ناجي والشاب على الغرف. لا معلش، الشنط احنا بنفسينا حنطلعها، هتبقى معانا يعني، ما تتعبش نفسك. كيف استاذ؟ ما احنا بحقنا، بيجي على ابو القاسم. اصل الشنط هتبقى في السويت عندي. والشباب كيف بدي يغيروا ملابسهم يا استاذ؟ لا اصل انا عامل لهم نظام يعني، واخد بالك؟ اللي عايز يغير هدومه يجي عندي في السويت، يسيب غياره القديم وياخد غيار جديد، انا ما عنديش حد يغير مع نفسه كده. والله انا هي اول مره بحياتي بسمع بهيك شيء. على العموم يلي بدك اياه يا استاذ بصير. وكمان بقى بلاش بتوع خدمه الغرف والحاجات دي يخشوا عندي في السويت. انا احب السويت بتاعي يبقى منعكش ومدهول وريحته معفنه كده يعني، ها مش كل واحد بقى داخل خارج يعمل لي شغلانه. ما بصير يا استاذ، ابو القاسم موصينا. هو ابو القاسم مش قال لك تريحوه؟ انا مرتاح كده. على عيني يا استاذ، تكرم. حاضر يا استاذ. وهدول مفاتيح الغرف جنب بعض، الطابق كله لإلك.
مش كده الفلوس